أنا إيجاب النوت في الزمن هذا وفاضلة بالنسبة للسؤال ديال الديالوج في الشباب عن السياسة فلاحظوا أن الشباب عزف عن العمل الحزبي بينما يتجه الانخراط إلى الأعمال الاجتماعية أو الجمعوية بسبب جمود الأحزاب وتراجع دورها في الساحة السياسية وكذلك شيخوخة الزعامة الحزبية وعدم تجديد النخب وعقد العمل الحزبي وتفضيل العمل الجمعوي بالنسبة للشباب لأن العمل الجمعوي يتيح لنا فرص للتعبير عن الذات والكشف عن الطموحات وكما أن الانخراط الجمعية لا يعني أننا انصراف عن الأعمال عن الشأن العام ولكن العمل داخل الجمعيات فهو في حد ذاته مشاركة فيما يحدث داخل المجتمع ولأن الأحزاب السياسية بالنسبة لنا لم تعد تواكب ما يحدث في المجتمع المغربي بالنسبة للسوسيولوجي مثلا حسب فكرة السوسيولوجيا في التحزين فبالنسبة لعجوب الشباب نقدروا نستحضروا معطيات تاريخية في وقت المقاومة كان جميع المقاومين تقريبا شباب كما أن في أحداث 1965 كانوا الشباب وكذلك الشأن بالنسبة إلى ما يعرف عندنا في سنوات الجمل التي كان الشباب هم محاربوها وذلك أن الآفاق في تلك الوقت كانت مفتوحة للشباب وكانوا متحمسين لإيجاد موقع قدم لهم في المجتمع الذي حدث ولكن الذي حدث بعد ذلك هو أن الشباب لم تعد لهم مكانة في المجتمع